إلى بصمات المودة وإلى أفئدتنا لغة النبض، فهي الجسر المتين الذي يربط بين منتجي الأدب والثقافة وبين جمهور المتلقين ممن آلوا على أنفسهم المواظبة حضورا بينهم وتواصلا حافلا معهم. والأمسيات الشعرية كما تعلمون مطلوبة لإضفاء المعنى على الحياة، والشعراء قادرون على استعادة ذلك الجمهور المحب والمتذوق لفن الشعر ليستعيد شيئا من المكانة التي كانت له في ذاكرة الناس ووجدانهم. بمحبة خالصة وتقدير كبير أرحب بكم جميعا، آملين أن يبقى الفن والعطاء والجمال شائعين بين البشرية بمختلف أجناسها وانحداراتها، وأن نطوي المسافات لنقترب من الشعر ونتأمل الفن. فأنتم هنا لستم جلوسا على الكراسي، بل مجلسكم راحة القلب. في فقرتنا الأولى لبرنامج هذه الأمسية تكون المرأة العربية حاضرة حيث كانت ولم تزل في حقل الشعر كما في بقية حقول الحياة، حاضرة بين الأسرة الاجتماعية الكبيرة كما بين أسرتها البيتية. وقد أرشفت المرأة العربية في نتاجها الشعري معاناتها، وأتقنت الرثاء كما في شعر الخنساء، وأتقنت العشق الإلهي كما في شعر رابعة العدوية. وهكذا ينسحب الإبداع على المساحة التي ملأتها المرأة العربية الشاعرة بتقديم أروع اللوحات الفنية المعبرة عن تطلعاتها وإسهاماتها في بناء المجتمع المتماسك جمالياً وأخلاقياً. أبدأ معكم بدعوة الدكتور هاني بواردي ليقدم الدكتور وسام المليجي في محاضرة بعنوان صوت المرأة في الشعر العربي من الجاهلية حتى الأندلس. تفضل.